أمي بطلت معارضة، مو هيك كان بدك؟ إنه الابن ما يغضب أهله أبداً؟ ماما لاكشمي فقدت الحس الإدراكي هلأ. إيه صح، هي هلأ عندها عقل طفل صغير بعمر 6 سنين، وهيك رح تكون تصرفاتها. إذا خبرتها هلأ وقتها ماليشكا ما رح تسامحني أبداً. رح أعمل شي كبير يا سونام كرمال لاكشمي تختفي وما تضل واقفة بيني وبين ريشي نهائياً. رح طلع لاكشمي من هنيك شو ما كان الثمن، قانونياً أو مو قانونياً. رحلة لاكشمي الجزء الرابع من السبت إلى الخميس 8 مساء بتوقيت السعودية على زي ألوان.